السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتابعي اعزائنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في قناة سوق الفلاحة بالمغرب. كيف العادة جينا وجبنا في الدين المليح هذه المرة من نواحي كازا طماريس في دخلة كازا. هانتوما عجل كروازي موجه للتسمين، هانتوما اللهم بارك، يعني عجل واقف اللي يبغاه مرحبا. بالنسبة للأثمنة مولاهم ما قدرش يقول الأثمنة، قالك مازال ما عطاوه والو، يعني مازال ما دار في بالو شي ميزان الأثمنة. إن شاء الله الناس اللي غتتصل يعني غتعطي الأثمنة، وإن شاء الله الأثمنة كتكون برضا الطرفين. وهادشي اللي كاين، ندوزو العجولة الأخرين اللهم بارك. الموبيليار كاينين ثلاثة، هذا هو العجل الأول، هانتوما اللهم بارك، عجل تاهو سمين يعني واقف، هانتوما اللهم بارك، فورمة زوينة. كاين العجل الثاني حتى هو زوين، يعني موبيليار نفس الكاليتي. وكاين العجل الثالث، يعني كاين ثلاثة الموبيليار واللي حداهم، هادو ربعة. الثاني من بعد شوية غندوزو لجوج هولشتاين، جوج هولشتاين عجول حتى هما موجهين للتسمين، عندهم واحد الكادر يعني عالي، يعني صالحين للتسمين وراد شوية، يعني ماشي داك الهولشتاين الرقيق. وهادشي اللي كاين، وما تنساوش ديروا اشتراك للقناة كيف العادة باش يوصلكم ديما جديد واللي ما شريت نزاه. وكنعرفوا ان المتابعين عشاق المليح، وحنا الحمد لله ديما كنحطوا المليح، واللي كيبغي يبيع شي سلعة كنحطوها ليه ديما. يكفي انك دير فيديو بالعرض ويكون بجودة يعني محترمة باش الناس تتمعن في السلعة وتشوف الجودة. يلا نخليكم الى حلقة جديدة إن شاء الله. ودابا شوية غيدوز الهوشتاين، ولكن غنخليكم تشوفوا غير عجل الهوشتاين كاينين جوج. المهم نخليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.